مرحبا بكم من جنوب انجلترا وبالتحديد من مقر هذا المهرجان، مهرجان جودوود المتخصص في سيارات السباق التي صنعت على مدى التاريخ. سنتعرف على بعض التقنيات التي استخدمت في هذه الصناعة على مدى القرن العشرين. يعود تاريخ محركات السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي إلى القرن الثامن عشر، وخلال هذه الفترة الطويلة مرت صناعة السيارات بتطورات شملت المحرك وجسم السيارة، وصولاً إلى تقنيات لا حصر لها تتعلق بسلامة الركاب وحماية البيئة. قام كارل بنز في نهاية القرن التاسع عشر بتسجيل براءة اختراع لمحركه، المحرك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي، إلى أن شركة فورد نجحت في القرن العشرين في تحويل السيارات إلى منتج في متناول الجميع. إذن هذه إحدى السيارات التي أنتجتها شركة مرسيدس في العام 1902. هذه السيارة تستطيع السير بسرعة 40 ميل في الساعة. هذه السيارة هي إحدى أربع سيارات صنعت من هذا النوع، وهي صنعت في العام 1912 وكانت تستخدم في سباق السيارات في فرنسا. ما أعرفه هو أن هذه السيارة هي الوحيدة المتبقية جلبها إلى بريطانيا سائق السباقات فيكتور هنري. هذه السيارة كانت تحوي مقصورة مفتوحة، ولم يكن هذا الإطار موجوداً في السابق. كانت تحوي عناصر لتعزيز انسيابية الهواء، وقمنا بوضع مرآة هناك، إلا أن غطاء المبرد مرتفع لدرجة كبيرة، ما يجعل انسيابية الهواء غير واقعية. عدا عن ذلك كل شيء كما كان. قمنا بتفكيك المحرك مؤخراً لإضافة المحامل، كما قمنا بإضافة جلد جديد للمقاعد إلى جانب الطلاء، هي كما كانت. إلى حد ما عندما تتعطل قطعة فإنك بحاجة لشخص قادر على إصلاحها أو عمل قطعة جديدة، وهو أمر ممكن. قمنا ببناء محامل جديدة، وهو أمر يستغرق وقتا قد يصل إلى 5 سنوات. إذن سيارة كلاسيكية أخرى من شركة فيراري، وايضا يقودها شخصية معروفة جدا وهو احد اعضاء فرقة بيك فلويد. لدينا هنا اليوم سيارة فيراري موديل 1973، وهي مخصصة لمنافسات ليمونز. هذه السيارة شاركت في سباق 1000 كيلومتر في عام 73 وسباق ليمونز لمدة 24 ساعة. هناك 15 سيارة من هذا النوع فقط. فلسفة فيراري من البداية هي بناء سيارة قوية ويمكن الاعتماد عليها. هذه السيارة بنيت وكأنها دبابة، هي قوية وثابتة وقادرة على مواصلة السباق لمدة 24 ساعة اعتماداً على تصميم أساسي ذكي يمكنها من السير بأقصى سرعة، إلا أن الموثوقية هي النقطة الأساسية. ما يدهشني في هذه السيارة هو أنها سيارة سباق، إلا أنه يمكن قيادتها على الشوارع العادية. أنت تشعر بأن هذه السيارة يمكن الاعتماد عليها. بالنسبة لي هي أيقونة تمثل حقبة السبعينات. هذه هي إحدى أكثر سيارات فيراري شعبية. بالنسبة لي هي مزيج من كل شيء، سيارة للسباق وللسير في الشوارع. المعرض لم يقتصر على استعراض السيارات التاريخية،
بل فتح الباب واسعاً لمشاريع سيارات يمكن أن نراها في المستقبل، مثلاً سيارات روبو ريس، وهي سيارة سباق من غير سائق قادرة على بلوغ سرعة 320 كيلومتر في الساعة. المعرض أيضاً فتح الباب للطلاب لبناء طائرات من غير طيار ومنافسة الآخرين في سباق لتلك الطائرات. المناسبة عرضت طيارات بوم، وهي طائرات سوبرسونيك قادرة على قطع المسافة ما بين لندن ونيويورك خلال 3 ساعات و15 دقيقة، مع الحفاظ على تكلفة السفر عند معدلات الطيران منخفض التكلفة. المعرض أيضاً عرض مشروعاً أوروبياً لبناء سيارات طائرة سيتم إنتاجها في نهاية 2018. إذن لا زالت صناعة السيارات تجتذب الكثير من العشاق، 200,000 زائر يتوقع أن يصلوا إلى هذا المعرض خلال أيامه الثلاثة.